ازيكم عاملين ايه كل مشاهدين ومتابعين قناة ثراء باسم على اليوتيوب. النهاردة هنقول نصيحة للناس اللي بتخش على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك زي كده. مثلا انا النهاردة عايز اخش على اليوتيوب، او عايز انا كتب مثلا مقطور الجرار زراعة 4 متر للاستفسار، الاتصال على 0162924406 والعنوان طريق المنصورة جمصة الدولي. لو عايز تشوف الفيديو ادخل على الرباط التالي اللي هو ده. لو انا فتحت الصورة كده هيفتح معايا الصورة بتاعت المقطورة بس. طب انا عايز اشوف الفيديو بتاعها، بتك على الرباط ده اللي هو معلمهولي بالازرق، بيفتحهولي من جوجل. طيب انا عايز اعمل لايك للفيديو ده او اعلق له، اساله بكام، او اعمل لايك للفيديو ده ان انا معجب بالفيديو ده، ما بيقدرش على جوجل يسمح لي بالكلام ده. طيب اقدر اخش ازاي؟ بتك على الثلاث نقط ده هم اللي فوق، اللي فوق خالص اللي قبل السهم دول، بيقول لي فتح في يوتيوب، بتك عليه فتح في يوتيوب. بمجرد ما بتك عليه بيفتحوا لي في اليوتيوب، بالتالي اقدر ان انا اعمل لايك ده الاعلان. بقدر ان انا اعمل لايك للفيديو ده كده لايك اهو، او اقدر اعلق اضافة تعليق علني، اكتب بقى اي حاجة. ناس كتير بتدخل وبتقول لي انا ما بعرفش اعلق او اعرف اعمل لايك. دي نصيحة للناس اللي بتقدر، اللي عايزة تخش على القناة او اي قناة هي شايفاها، او اي لينك عايز تبص عليه. وهنا بيبقى الجودة اعلى، الجودة بتاعت الفيديو اهو بتبقى اعلى. بس بشكر كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا، يا ريت اي حد شاف الفيديو ده يعمل لايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا.